السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لم يعد من الإمكان أن نصمد نظرا للعدوان المتزايد الذي واجهنا من المغرب باستخدام من خلال نشر القنب والكوكايين ومؤثرات العقلية وحبوب النشوة. أمامكم سيدي الرئيس، أعرف أن خطابي لن يلقى صدى محبث لدى المغرب. شكرا للسيد حاجي، وأود أن أعطي الكلمة إلى سعادة السفير عز الدين فرحان، السفير والممثل الدائم للمغرب. سيدي لك الكلمة. First of all, I would like to congratulate. أود أن أهنئك سيدتي وأن أهنئ الرئيس على انتخابه لرئاسة هذه اللجنة. كما تعرفون وكما سمعتم هذا الصباح سيدتي الرئيسة، فإن سفير الجزائر، سفيرة الجزائر لم يحترم قواعد الحوار الهادئ، واتهم بلدي بعدة اتهامات غير صحيحة وغير مبررة وتثير السخرية، وبالتالي أود أن أبين أمامكم ما يلي. الجزائر دائما اتهمتنا وادعت أنها دائما ضحية للعلاقة بيننا وبينها، لا بل وأنها تدعي أن كل المشاكل الموجودة في الجزائر أصلها المغرب ومملكة المغرب، وهذا الهوس باتهام بلدي هو هوس مرضي وفاضح، لا بل إنه استراتيجية للبروباغندا والإعلام عهدها، وبالتالي على الجزائر أن تدرك أن هناك مشاكل حقيقية تواجهها وألا تتهم المغرب بها. علينا أن ندرك أنه، وأنتم تعرفون جميعا، أن الجزائر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بطريقة فردية. المغرب لم يقطع تلك العلاقات الدبلوماسية، والحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ عدة عقود، والسلطات الجزائرية قد اتخذت كل التدابير إمداد هذا القطع في العلاقات بإنشاء جدار بيننا وبينها، وهذا يعني أن هناك عسكرة لهذه المناطق الحدودية من قبل الجزائر، ولو كان هناك تهريب من المخدرات عبر الحدود من المغرب إلى الجزائر، هذا يعني أن السلطات الجزائرية تعرف ما الذي يحدث من قبل المهربين وتقبل بهم، وهذا ما تدعيه الجزائر قد انكشف وبين أن الجزائر ليست ضحية للتهريب كما يأتي من الخارج كما تدعي. فأني وبرغم ما قالته الجزائر، فإن تقارير المكتب لم يذكر أن المغرب بلد يرسل القنب إلى الجزائر في عام 2022، وتقرير برنا أن هناك 724 كيلوغرام من الكيف، وأدعو سفير الجزائر لقراءة ذلك التقرير، أن ذلك كان في عام 2022، والسلطات المغربية في عام 2022 قامت بضبط 1,838,000 عقاقير آتية من الجزائر، أي زيادة 75% مقارنة بعام 21. سيدي الرئيس، إن وفد بلادي يدعي يود أن يبين بأن هناك أن ثقافة القنب أن زراعة القنب كانت أمر نعنى به بشكل جاد في المغرب. وأود أن أذكر الوفد الجزائري أنه بعد اعتماد هذه اللجنة قبل سنتين توصية من منظمة الصحة العالمية التي وضعت إعادة تصنيف للقنب لاستعمال لأغراض طبية وعلمية، نحن في عام 2021 قمنا باعتماد قانون
13/21 للاستخدامات غير المشروعة للقنب. وأود أن أطلب من الجزائر أن يشاركوا في حدث نقوم به هنا بالتعاون مع المكتب لتنظيم استخدام القنب للأغراض الطبية والقانونية. وذلك القانون عد نظام للرقابة والعقوبات بالنسبة لمن ينتهك أحكامه، وهذا من جانب العرض، بخلاف الاستخدامات لأغراض طبية وقانونية طبية وعلمية. نحن ودائما ما اعتمدنا الاتفاقيات، والاتفاقيات الثلاثة التي تمثل الركيزة الأساسية القانونية لمكافحة ومواجهة المخدرات أمر نعتمده بشكل واضح في المغرب، والبلدان الأعضاء في تلك الاتفاقيات عليها أن تقوم باعتماد تشريعات وطنية حازمة في هذا المجال. ونحن في المغرب قمنا بمثل هذه التدابير بالتعاون مع المكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وأعددنا وكالة لتنظيم استخدام القنب. وهذه الأمور ما هي إلا بين على تصرفاتنا، وللأسف فإن الجزائر تتهمنا دائما، وهناك كل المستندات التي استمعنا إلينا منذ عام 2009 حتى عام 2019 التي تبين البيانات الوزارية التي تركز على التعاون الإقليمي ودون الإقليمي، ودون التعاون لا نستطيع أن نواجه مشكلة المخدرات. ولكن ونعرف أن الشركاء المحليين والدوليين دائما يحترمون ويثمنون جهودنا، على عكس الجزائريين الذين يدعون أن هذه المشكلة مشكلتنا وبالرغم من أنها مشكلة دولية، ونحن نقوم دائما بالتصدي لها، على عكس الجهود البروبوغاندية والدعائية التي تقوم بها الجزائر. ونحن اعتمدنا كافة السلوك لتحقيق هذا التعاون، على عكس ما تقوم به الجزائر من تقويض لجهودنا. شكرا جزيلا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.